السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، مرحبا بكم مرة اخرى في تتمة تمرين ترانسفير تيرميك. دونك في الحلقة اللي سبقت وصلنا لإكسبرسيون ديال لا ريبارتيسيون ديال لا تمبيراتور، وكاين واحد الملاحظة اخواني اخواتي عندي هنايا في الإكسبرسيون ديال تي دو اكس. دونك كما كتشوفوا عندي اكس على بيسونس 4 سور 12 ال او كاري، متفقين ال او كاري. دونك هنايا نسيت ال ال او كاري، دونك ملي كنت نطابي نسيت انني نزيد هنايا ال او كاري. كذلك هنايا عندي ال او كاري. دونك فيما كتشوفوا اخواني اخواتي اكس على بيسونس 4 سور 12 ال عندي او كاري، متفقين. دونك كيما تلقى من هاد لا غولاسيون اللي شفناها سابقا. مزيان. الوغ لا دوزيام كيسيون كتقول لنا ليكريتور دو ليكواسيون تي دو اكس سو فورم اديمونسيونيل، وعطينا دونك الفا ايغال اكس سور ال و تيتا ايغال تي دو الفا موان تي او سور تي زيرو موان تي او. دونك ملي كنهضرو على لي فورم اديمونسيونيل يعني سون دي سون ديمونسيون سون يونيتي. دونك عندي الاكس لونيتي هي المتر و ال لونيتي هي المتر، دونك المتر مع المتر غادي يمشي، غادي يبقى لي يعني الفا بدون واحد. الوغ عندي لا غولاسيون ديال لا تمبيراتور اللي شفناها سابقا. كيما قلت لكم اخواني ما نساوش الكاري هنايا، راه عندي هنايا ديجا ال او كاري، متفقين. مزيان. دونك غادي نطلقو من هاد لا غولاسيون هادي ونحاولو نخرجو هاد لي فورم اديمونسيونيل. مزيان. دونك عندي تي دو اكس، غادي نرجع تي زيرو اللي عندي هنايا من هاد الناحية، غتولي لي تي دو اكس موان تي زيرو تساوي. دونك غادي ننشر هاد لا كونتيتي. إلا نشرت هاد لا كونتيتي اللي عندي هنايا، غادي نبدا ب 4 موان 4 بي زيرو سور لندا، غادي نضربها في هاد لا بيسونس 4. دونك نركزو هنا يا اخوانا يا اخواتي، غتولي لي موان مع الموان تولي بلوس، غتبقى الكات مع الدوز غادي نختزل غتولي لي تلاتة في المقام، غتولي بي زيرو داكوغ اكس على بيسونس كات سور تخوا نونتا، والفوق غادي نضرب في ال او كاري والتحت نضرب في ال او كاري، غادي نعرفو من بعد علاش. دونك ركزو معنا اخوان اخواتي، عندي هنايا ديجا قلنا فوت دو فراب، عندي ال او كاري هنا. دونك الا ضربت الفوق في ال او كاري والتحت ضربت في ال او كاري، غتولي لي ال او كاري سور ال على بيسونس 4، يعني غتولي بي 0 ال او كاري اكس على بيسونس 4 سور 3 نوندا ال على بيسونس 4. دونك قلت انني ضربت الفوق في ال او كاري والتحت في ال او كاري، موان نشر هادي عاوتاني، نختاز الاربعة مع ستة تبقى لي الفوق زوج والتحت تبقى ثلاثة. دونك موان 2 بي 0 اكس على بيسونس 3، غادي نضرب الفوق عاوتاني في اكس في ال او كاري ونقسم على ال او كاري، دونك غتولي لي ناقص 2 بي 0 اكس على بيسونس 3 سور 3 نوندا ال على بيسونس 3 بلوس. دونك غتولي غادي ننشر ل تي او موان تي 0، غادي نضربها في اكس ونقسم، غادي نقسم على ال، دونك غادي نضرب الفوق في ال ونقسم على ال. الوغ غيتولي لي تي او موان تي 0 اكس سور ال بلوس بي 0 سور 3 نوندا ال او كاري سور ال فوا اكس، لان كيما قلت ضربت في ال قسمت على ال. الوغ علاش ضربت هنايا في ال او كاري وقسمت على ال او كاري وهنا ضربت في ال وقسمت على ال؟ باش نخرج ليكسبرسيون ديال الفا. وكما كتلاحظوا اخواني اخواتي عندي اكس على بيسونس 4 سور ال على بيسونس 4 اللي هي الفا على بيسونس 4، وعندي اكس على بيسونس 3 سور ال على بيسونس 3 اللي هي الفا على بيسونس 3. دونك كنخرج لي فورم اديمونسيونيل. مزيان. الوغ الى انتقلت من ليكسبرسيون ديال اكس ليكسبرسيون ديال الفا، دونك عندي تي دو اكس موان تي 0 غادي نقص تي او ونزيد تي او بحال اللي ما درت حتى شي حاجه، داكوغ. دونك هنايا في هاد الناحيه اللي عندي من هنا غادي نقص تي او ونزيد تي او بحال يعني ما درت حتى شي حاجه، دونك هادي مع هادي بحال اللي ما كاينينش، وغادي نعوض اكس سور ال بالاكسبرسيون ديالها اللي هي الفا. دونك غتولي لي ليكسبرسيون هي تي دو الفا موان تي او بلوس تي او موان تي 0
égale P0 L au carré sur 3 lambda à la fois alpha à la puissance 4. Il y a x sur L le tout à la puissance 4. Moins 2 P0 L au carré sur 3 lambda alpha à la puissance 3. L'énergie de x à la puissance 3 sur L à la puissance 3. Plus TE moins T0 x sur L les alpha. Plus P0 L au carré sur 3 lambda fois alpha. Donc on rejette l'expression d'Yali en fonction de alpha. Donc il m'a qu'à l'heure de l'écran à l'écran, on rejette l'expression d'Yali T alpha moins TE. Il y a l'indi. On rejette كذلك l'expression d'Yali alpha lié x sur L qui m'a chifna ftawe. Mizien. Alors, il y a l'indi TE moins T0. D'accord. Donc il a clipta, il a redata T0 moins TE, il a redroge واحد le moins là. D'accord. Donc il a redroge واحد le moins là, il a tout lié T0 moins TE fois alpha. Donc T0 moins TE, il a une ksimha, une nahiye tani, il y a un di, il y a un di. Donc il a tout lié l'expression, il y a T alpha moins TE plus TE moins T0 divisé à la T0 moins TE, le gunna. غادي نضربو في الموانايا ونرجعوها من الناحية الثانية غادي تساوي لنا P0 L أو كاري سور 3 لندا قسمت كل شيء على T0 موان TE دونك هنا عندي T0 موان TE ألفا على بيسونس 4 موان 2 P0 L أو كاري سور 3 لندا T0 موان TE ألفا على بيسونس 3 موان ألفا لأن ما غادي نقسم على T0 موان TE غادي تمشي لهاد الإكسبرسيون غتبقى لي غير ألفا هنا. Donc maintenant, c'est au-delà de moi, hada, quoi, n'a pas été l'un des clés. Quand on dit T1 moins T0, on a un écran qui se met à la T0 moins TE. Plus P0 L au carré sur 3 lambda T0 moins TE fois alpha. Mizien. Donc il a l'ahdna, quoi, n'a pas été, on dit theta, il y a T alpha moins TE sur T0 moins TE. T alpha moins TE sur T0 moins TE, il y a theta, pardon. Donc, on rejette theta. Moins 1, l'énergie TE moins T0 sur T0 moins TE, il y a moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? L'expression, les voies, etc. Donc, on a déjà le moins 1 de la taille, on va trouver l'expression de θ, qui est moins 1. Donc, on dit moins 1, on a dit moins 1, on a dit plus 1. Mais c'est. Donc, on pose l'expression P0 L au carré sur 3 lambda T0 moins TE, il y a grand A. Donc, là où tu as l'expression grand A, tu as les θ, qui est A fois alpha à la puissance 4, moins 2 A fois alpha à la puissance 3, plus A fois alpha, moins alpha plus A. Donc, on a factorisé A alpha, là tu il y a facteur d'alpha à la puissance 3 moins 2 alpha au carré plus 1 moins alpha plus 1. Donc, on a alpha à la puissance 3 moins 2 alpha au carré plus 1, il y a alpha moins 1 fois alpha au carré moins alpha moins 1. Les gars, on va faire un peu de temps pour le واللي كنعرفوها كاملين هي اننا نديرو الفا على بيسونس 3 موان 2 الفا او كاري بلس 1 نقسموها نديرو القسمه الاقليديه بالنسبه لالفا موان 1 غادي نخرجو الفا او كاري موان الفا موان 1. دونك الا كان عندي ليكسبرسيون ديال الفا على بيسونس 3 موان 2 الفا او كاري بلس 1 كيساوي لنا الفا موان 1 فوا الفا او كاري موان الفا موان 1 يعني غيتولي لي ليكسبرسيون ديال تيتا هي A alpha نعود هاد لكونتيتي اللي عندي هنايا بهاد لكونتيتي اللي خرجت هي تيتا كتساوي لنا A alpha فوا alpha موانز فوا alpha أو كاري موان alpha موانز موان alpha plus 1. داكوغ دونك نزيد مرة أخرى نفاكتوريزي ب 1 موان alpha غتولي لي ليكسبرسيون ديالي هي 1 موان A alpha فاكتور ديال alpha أو كاري موان alpha موانز وبالتالي ليكسبرسيون ديال تيتا غيتخرجلي كيما كنشوفوها فهاد لاغوماسيون. دونك عارف اخوان اخواتي ان التمرين شويه كيطلب وقت وكيطلب صبر،
كما انه كيتطلب شويه ديال لا ديمونستراسيون. نتمنى من الاخوه والاخوات ان انهم الى تلقاو شي اشكال يجيبوا شي ورقه وشي ستيلو ويحاولوا دونك انهم ينشروا ويعملوا باش يخرجوا في هاد لي غولاسيون اللي خرجناهم هنا. مزيان. دونك التخوازيام كيستيون كتقول لنا ايتود دو لا فونكسيون. دونك ايتود ديال لا فونكسيون مين كنديروا ليتود ديال لا فونكسيون غادي نعطيو دونك دي فالور لي ديفيرون بارامتر اللي عندي في لا غولاسيون ونحاول نشوف لا فارياسيون ديال لا كورب ديالي. دونك الى عطينا لا فالور 0 الالفا دونك عندي هنايا 0 وهنايا 0 بارتو دونك نتلقى الثيتا ايكالا 1. والى عطيت لا فالور 1 للالفا عندي هنايا 1 موان 1 ايكالا 0 دونك فوا هاد لا كونتيتي ايكالا 0 يعني الثيتا غيخرج لي 0. دونك الى كانت عندي الفا ايكالا 0 تيتا ايكالا 1 والى كان عندي الفا ايكالا 1 تيتا ايكالا 0. من بعد غادي ندير واحد لو طابلو اللي غادي ندير فيه كالكو دونك نعطيك كالكو فالور لي باغامتر اللي عندي هنايا باش نشوف دونك لا فارياسيون ديال لي كورب اللي عندي. دونك خديت باغ اكزومبل عندي خديت باغ اكزومبل عندي اونتر 0 و 1 خديت لو ميليو اللي هو 0.5 دونك فيكسيت لا فالور ديال 0.5 الالفا دونك وغيرت لي فالور ديال ا او ديال تيتا باش نشوف دونك لا فارياسيون ديال لي كور. الوغ باغ اكزومبل ناخذ الحاله الاولى. الحاله الاولى ممكن عندي الفا ايكال 0 دونك غادي نرسم الفا اون فونكسيون دونك دو تيتا دو الفا. دونك الا كانت عندي الفا ايكال 0 راني هنا في هذا البوان هادي تيتا ايكال 1 باهي تيتا دو في ايكال 1 داكوغ دونك البوان ديالي غيتكون هنا البوان الاولى. وإلا كانت عندي الفا ايكال 1 تيتا ايكال 0 دونك غادي يكون عندي في الاول يكون عندي كور داكوغ واحد لا لين كما كتشوفوا هنا. دونك هذا هو التمثيل ديال دونك لا فونكسيون. غادي ناخدو غير دي فالور ديال لي ديفيرون بارامتر ونحاولو اننا نرسمو ل كومون ديراج دونك لا فارياسيون دي كور. الوغ غادي ناخد اون اوتر اكزومبل. الى خديت باغ اكزومبل قلنا الفا ايكال 0.5 غادي ناخد ا ايكال 3 باغ اكزومبل ا ايكال 3 دونك تيتا ايكال 1.43. دونك اخواني اخواتي لا فارياسيون دي كور بغات تكون كما كتشوفوها في هذا الشكل هذا غير شنو هو. دونك انايا مع دونك طابيت فلو هاد الشكل هذا ما غاديش نخرج اكزاكتومون دونك على حسب ليشال. الا خديتو باغ اكزومبل بوبي ميليمتري دونك غتحترمو ليشال اللي غتاخدوه في لاكس دي زابسيس و لاكس دي زوردوني وغادي يعطيوكم و غادي يخرج لكم دونك لي كورب اللي كيما كتشوفوهم في هاد الشكل هذا. مي ا كونديسيون اننا نخدمو دونك بواحد نحترمو واحد ليشال و الوميو دونك نخدمو في بابي ميليمتري باش يكون عندنا لي فالور اكزاكت. دونك باش تخرجوا هاد لي غولاسيون اللي عندي في هاد لو تابلو غادي ترجعوا باغ اكزومبل لا غولاسيون اللي عندنا هنايا غادي ناخد باغ اكزومبل ا ايكال 1 الفا ايكال 0.5 غادي نخرج تيتا ايكال 0.80 داكوغ انسي دو سويت. دونك ا ايكال 2 عندي ا ايكال 2 الفا ايكال 0.5 تيتا يخرج لي 1.25 دونك نديرو لي بوان ديالنا و نخرجو لي كور. مزيان. وكاين بعض الاخوان غادي يقول لي علاش دونك عندنا ماكسيموم هنايا ومن بعد كيولي يهود لا كور. كيما قلت لكم اخواني على حسب لي فالور دو الفا. انا راني واخد دونك الماكسيموم هنايا هو 0.5 باغ اكزومبل الا خديت 0.7 الفا ايكال 0.7 ودرت عاوتاني لي ديفيرون فالور ديال ا و ديال الفا دونك غيطلع واحد بان ما لا كورب ديالك راه كيهود باش يوصل لو بوان ان امام. مزيان. دونك لا ديغنيغ كيستيون كتقولنا كالكولي لا دونسيتي دو فلو. الوغ لا دونسيتي دو فلو اللي قلنا لونيتي ديالها هي الوات باغ متر كاغي. دونك غادي ننطلق دائما يا اخواني اخواتي من لا غولاسيون اللي خرجتها سابقا في السؤال اللي سبق. دونك تيتا خرجت لنا هي T2 alpha moins TE sur T0 moins TE égale 1 moins alpha facteur
ديال هاد لا كونتيتي، انايا كنقلب على ليكسبرسيون ديال تي دو الفا. دونك غادي نرجع كلشي من واحد الناحيه، غيولي لي تي زيرو موان تي او، غادي نضربها تي زيرو موان تي او من هاد الناحيه، غتولي تي زيرو موان تي او فوا ان موان الفا فاكتور ديال ان بلوس ا الفا بلوس الفا او كاري مو الفا لا بلوس 3. وما ننساش هاد تي او اللي عندي هنايا، نرجعها تاني من الناحيه الثانيه، غتولي بلوس تي او toujours. donc en se basant sur le, la loi de Fourier, اللي هو قلنا le flux égal à moins lambda d de t sur d de x. حنايا عندنا la température en fonction de alpha، donc غادي نخدمو انطلاقا من هاد la relation en fonction de alpha، غتولي في de alpha égale moins عندي lambda d de t de alpha نقسم على d de alpha باش نخرج donc la température en fonction de alpha fois d de alpha sur d de x باش نحافظ على هاد d de x اللي عندي في la relation ou bien في la loi de Fourier. مزيان، دونك t de alpha غادي نحاول ننشر هاد لا كونتيتي اللي عندي هنايا، ننشر 1 موان الفا ندخلها هنايا داكوغ، ونشرها كذلك في هاد لا كونتيتي اللي عندي هنايا. دونك من بعد النشر غادي نخرج دونك t de alpha ايكال t زيرو موان t او فوا هادشي هذا. دونك نلاحظوا بان ما عندي ا او الفا او كاري مع موان ا الفا او كاري غيتمشي، عندي موان ا على بيزون فوا الفا على بيزون 3 موان ا فوا الفا على بيزون 3 هي موان 2 ا فوا الفا على بيزون 3 داكو، ونخرج تي دو الفا. دونك تي دو الفا غيتولي لي هي تي زيرو موان تي او ا الفا على بيزون 4 موان 2 ا الفا على بيزون 3 اللي عندي هنايا زوج ديال ا الفا على بيزون 3 بلوس ا الفا اللي هي هادي داكوغ بلوس 1 موان الفا بلوس تي او داكوغ. دونك مادام عندي هنايا لا ديريفي ديال تي دو الفا سور دي دو الفا، غادي ندير دونك لا ديريفي ديال هاد لا كونتيتي. دونك لا ديريفي ديال هادشي هذا غيولي هي تي زيرو موان تي او، لا ديريفي ديال ا الفا على بيزونس 4 هي 4 ا الفا على بيزونس 3، و لا ديريفي ديال موان 2 ا الفا على بيزونس 3 هي 6 ا الفا على بيزونس 2 بلس لا ديريفي ديال ا الفا هي 1، لا ديريفي ديال موان الفا هي موان 0، و لا ديريفي ديال واحد هي 0. مزيان، دونك في التالي غادي تخرج لي ليكسبرسيون ديال لا دونسيتي دو فلو، غادي دونك نعوض عندي دي دو تي دو الفا سور دي دو الفا هي هادي، خرجت ليكسبرسيون ديالها موان لوندا داكوغ اللي عندي في لا لوا دو فوريي، و دي دو الفا سور دي دو اكس قلنا فورم اديمونسيونيل اللي هو لا لونغور كيما شفناه كيما عطاولنا في لي دوني. دونك لي دوني عندي الفا كيساوي لي x sur L، يعني ان L غيتساوي لي x sur alpha داكوغ، L تساوي x sur alpha. هنايا كان عندي alpha sur x، يعني غادي نديفيزي على L كما كتشوفو اخواني اخواتي. دونك وبالتالي تسمح لي ليكسبرسيون ديال لا دونسيتي دو فلو هي موان لوندا اللي عندي في لا لوا دو فوريي سور L، لأن عندي دي دو ألفا سور دي دو إكس قلنا هو واحد على L داكوغ، فوا لا ديريفي ديال لا تمبيراتور أون فونكسيون دو ألفا سور دي دو ألفا لي ليكسبرسيون ديالها هو هادي. متفقين إخواني أخواتي؟ ألوغ لا غولاسيون دونك من بعد ما عوضت دونك لا ديريفي، كانت عندي هنايا واحد الموان غير T0 موان T E قلبتها ولات لي T E موان T0، داكشي علاش ما بقاليش لو موان هنا. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونو كملنا لا بروميير بارتي ديال التمرين ديالنا اللي كانت فريمون صعيبة وكتطلب يعني طويلة وكانت كتطلب يعني شرح اون ديتاي. دونك نتمنى ان الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا معنا من هذا التمرين من هذا لا بروميير بارتي. دونك باقي زوج ديال لي بارتي اللي
من هذا المنبر دونك نطلب من الاخ او الصديق ديال القناه انه نعتذر له، لانه فريمون على حسب الوقت ما غاش نقدر نصحح لا سويت، دونك نقدر نصححه من بعد ولكن يعني ماشي في هاد الايام. نتمنى من الاخوان والاخوات انهم يكونوا كاع فهموا معنى هذا التمرين هذا. كما جرت العاده دونك ما تردوش اخواني اخواتي انكم ترسلونا في دونك لي كومونتير، سواء دونك تسالونا على دونك الحوايج اللي ما فهمتوهمش، ولا انكم تعطيونا دي غوباك، وكذلك تبروبوزيو علينا دي زيكزارسيس. دونك نتمنى ان كاع الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا معنا. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه. الله يسهل على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.